تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأشرح لكم درس مستقيمات متوازية ومستقيمات متعامدة. لدينا وضعية اكتشف، تمعن في المخطط وأجب عما يلي: هل نهج العلماء والازدهار متعامدان؟ تحقق. أين نهج العلماء؟ هذا هو. أين نهج الازدهار؟ هذا هو. تحقق إن كانا متعامدان. كيف نتحقق من التعامد؟ باستعمال الكوس. التحقق يكون باستعمال الكوس. هذا نهج العلماء، ونضع نهج الازدهار ونرى هل تشكل زاوية قائمة أم لا. لاحظوا معي، غير متوازي، غير متعامدة. لماذا؟ انظر، لقد تجاوز، المفروض تكون هكذا. ليكون متعامد لكان النهج من هذه الجهة. هل هما متعامدان؟ لا. تحققنا باستعمال الكوس. عين الشوارع العمودية على نهج العلماء. تحقق باستعمال الكوس. الشوارع العمودية مع نهج العلماء. نهج العلماء، انظر، سنضع الكوس هكذا. هذا الشارع عمودي معه، يشكل زاوية قائمة مع شارع النجباء، يشكل زاوية قائمة، عمودي مع شارع المكتبات. لاحظوا معي، يشكل زاوية قائمة، فهو يعامده. مع شارع التفوق أيضا يشكل زاوية قائمة، فهو عمودي. لكن مع شارع الازدهار لا، ليس عمودي. عين الشوارع العمودية، إذن هو شارع النجباء وشارع المكتبات وشارع التفوق. تقول حنين أن عرض الطريق بين شارعي النجباء والمكتبات ثابت، هل أنت موافق؟ تحقق. بين شارعي النجباء، أين النجباء؟ هذا هو. وشارع المكتبات، هذا هو. تقول أن العرض هذا متساوي، هل أنت تتفق معها؟ تحقق من ذلك. لاحظ هنا، 1 سنتيمتر. نمشي، ما زال 1 سنتيمتر. نعم، لقد تحققت إن العرض ثابت. نعم، لقد تحققت. يوجد شارعان متوازيان، وكل منهما يوازي شارع المكتبات. سمي كلا منهما. شارعان يوازيان شارع المكتبات. أولا هو شارع النجباء، لأن هذا العرض متساوي، وأيضا شارع التفوق، 1.5. يوجد شارعان، نعم، هذان متوازيان وهذان متوازيان. واشرح هذا التوازي. واشرح، يشكلان شريط عرضه 1 سنتيمتر، وهنا يشكلان شريط عرضه 1 سنتيمتر. هنا 1.5 وهنا 1. لدينا أنجزوا. تحقق باستعمال الأدوات المناسبة من أن الرباعي A B C D مربع. كيف نتحقق من أن الشكل مربع؟ نتحقق باستعمال الكوس. إذا كانت زواياه قائمة فهو مربع. من هذه الجهة انظر، ها هي زاوية قائمة من هنا، الزاوية سي الآن، سي قائمة أيضا، الزاوية أ الآن، الزاوية أ قائمة، الزاوية بي الآن، الزاوية بي أيضا قائمة. تحقق من أن الرباعي مربع. نعم، إنه مربع. لماذا؟ لأن الأربع زوايا قائمة. هذه الأربع زوايا قائمة. تحقق الآن أن القطعتان BF، هذه هي BF و AE متعامدتان. نضع هذه هكذا. نعم، إنها تشكل زاوية
قائمة، فهما متعامدتان. التعامد، ما معنى التعامد؟ معناتها تشكل زاوية قائمة، تشكل زاوية قائمة. نعم، متعامدتان. تحققت، تحقق من أن سي اش، سي اش هذه، و ا متوازيتان. كيف نتحقق من التوازي؟ يجب أن تشكل شريط له نفس العرض. انظر هنا، واحد ونصف. نمشي 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 نمشي. نعم، الشريط لم يغير عرضه، فهو متوازيتان. علما أن A B 5، A B هذه 5، و B E B E 2. أنجز مثيلا للشكل. كيف تنجز مثيلا للشكل؟ يعني تعيد أنت رسمه على ورقة. الأمر بسيط جدا، ما دام من هنا 5، هذه 2، هنا ستكون 3، هنا ستكون 2، هنا ستكون 3، وهنا ستكون 5. الأمر بسيط جدا، تعيد رسمه فقط. تمعن الشكل المرفق وأجب عما يلي. سمي مستقيمين متعامدين. من هذا الشكل نبحث عن مستقيمين بحيث يكونان متعامدان. دعنا نبدأ بهذا المستقيم مثلا، المستقيم أ، نبحث عن عمودي له. هل هذه تشكل مع الخط الأول أ، المستقيم الأول أ؟ لا توجد زاوية قائمة. مع المستقيم ب، لا توجد أيضا زاوية قائمة. مع سي، لا توجد أيضا مع أ زاوية قائمة. أظن أن هذه زاوية قائمة. انظر، الآف، المستقيم آف والمستقيم، انظر، آف مع سي، آف وسي متعامدان. سمي مستقيمان متعامدان، نقول آف يعامد سي. وجدنا مستقيمين متعامدين. ما هي المستقيمات المتوازية؟ يبحث هنا عن مستقيمات متوازية. المستقيمات المتوازية هي التي تشكل شريطا ثابت العرض. انظر، نصف 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 نصف. إذن هذان مستقيمان متوازيان. هل يوجد مستقيمان آخران متوازيان؟ لا يوجد هذان، لا. انظر هنا، هنا عرضه يبدأ ب0.9، وهنا لا، هذان غير متوازيان، هذان لا، هذان لا. إذن هذان فقط. ما هي المستقيمات المتوازية؟ سي يوازي، سي يوازي دي. تحقق من إجابتك باستعمال الأدوات المناسبة. الأدوات المناسبة في التعامد نستعمل زاوية القائمة للكوس، أما في التوازي فنستعمل فقط المسطرة ونتحقق من العرض الثابت. إذن كان هذا هو شرح مفصل لهذا الدرس، أتمنى أن أكون قد أفدتكم.